في حي ريفي هادئ في جزيرة لونغ آيلاند القريبة من نيويورك، تقطن طلعت حمداني الأمريكية المسلمة وأم لسلمان حمداني الذي وهب حياته لمساعدة الآخرين في 11 سبتمبر عام 2001، حينها شاع أن سلمان الباكستاني الجذور هو واحد من أولئك الذين هاجموا نيويورك صبيحة ذلك اليوم. من المؤلم جدا عندما لا يثق بك بلدك ويجري التحقيقات معك وبشأنك ويلقي بالشبهات عليك. هذه هي لحظة ارتطام الطائرة الأولى بالبرج الشمالي لمركز التجارة العالمي. سلمان حمداني علم بالنبأ وهو في قطار الأنفاق في طريقه إلى جامعة روكفلر. سلمان المتدرب في جهاز الشرطة والعامل غير المتفرق في جهاز إسعاف المدينة قرر على الفور تغيير وجهته من الجامعة إلى موقع مركز التجارة العالمي لمساعدة المصابين، وذلك قبل انهيار البرج الشمالي عليهم وعليه. حزني على ابني لا يقل عن حزن الآخرين على أحبائهم، بل حزني مضاعف لأنني أجد نفسي أدافع عن ابني وكذلك ديانتي وأمتي. ضباط الأمن والاستخبارات استجوبوا أفراد أسرته لاعتقادهم بأن سلمان كان إرهابياً، ولم تبرأ ساحته إلا بعد مرور 6 أشهر كاملة على الهجوم، وبعد عثورهم على جثته وإلى جانبه حقيبته الطبية التي استخدمها لمساعدة الآخرين. الكونغرس أعلن فيما بعد سلمان حمداني بطلا قوميا، وكرمته سلطات مدينة نيويورك وخصه بالذكر أول نائب مسلم في الكونغرس في جلسة في مارس الماضي حول الراديكالية بين المسلمين الأمريكيين. محمد سلمان حمداني كان مواطنا أمريكيا ضحى بحياته من أجل الأمريكيين الآخرين. طلعت اتخذت من الرسم هواية لها بعد فقدان ابنها وكذلك زوجها التي تقول إنه توفي عام 2004 بعد أن أصيب بكآبة وحزن نتيجة فقدانه لابنه سلمان. طلال حاج، العربية، نيويورك.